مع التكهنات ومع الترقب لما سيحصل مستقبلا، قصة الاغتيالات في محور المقاومة أو حماس تحديدا لم يكن طارئا ولم يكن شيئا جديدا على مر التاريخ، وهم يعرفون تماما ويدركون تماما أن هذا سيحصل. وبالتالي أنا أسأل، هل من جديد في هذه القصة؟ طبعا لا يوجد هناك جديد، هذه سياسة الاغتيالات هي قديمة حديثة، ولكن هناك اتباع أسلوب آخر. هو الكيان الإسرائيلي لديه خطة استراتيجية من أبعادهم الأمنية كعقيدة أمنية إسرائيلية، وهي فكفكت هذا المحور من خلال فكرتهم هي تدمير البنية البشرية سواء كان لحركة حماس. الآن يصور صورة أو يحول سيناريو غزة كغزنة جنوب لبنان، سيناريو غزة الآن انتقل إلى منطقة جنوب لبنان، حتى قد يكون هناك فارقين بين حزب الله والمقاومة الفلسطينية في أرض قطاع غزة، أن جغرافية لبنان قد تكون أكثر صعوبة من جغرافية قطاع غزة، بالإضافة الفارق الأكثر أن حزب الله قد يمتلك بعض الترسانة العسكرية أكثر من التي يمتلكها الحركة حماس، بالإضافة أن هناك إمداد ما زال مفتوحا حتى هذه اللحظة. ولكن الكيان الإسرائيلي اليوم قام بعملية إغلاق هذا الإمداد بين أكثر من منطقة، سوريا تحديدا إلى منطقة لبنان. الآن الإسرائيليون ليس فقط يتماشون ضمن البعد سياسي الاغتيالات، هناك سياسات البعد التكنولوجي والأمن السيبراني، بالإضافة للقصف الجوي واتباع سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها اليوم في سواء كان في منطقة جنوب لبنان، بمعنى أن سيناريو غزة هو ذاته سوف ينتقل إلى المنطقة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما يفكر به نتنياهو. نتنياهو ما زال لديه مشروعه الأكبر المتمثل بتوسعة أرض الإسرائيليون أو أرض الكيان طيب الإسرائيلي، توسعتها على حساب الأراضي الفلسطينية والأراضي الأخرى في المنطقة.